كلما كتبت وشاركت الجمهور محتوى قيم، كلما زادت قدرتك على الازدهار بسرعة. كما الشركات تستثمر مبالغ كبيرة من المال على منتجاتها لخلق العلامة التجارية التي تناسب أعمالهم، فليطبق رجال الأعمال بدورهم التقنية نفسها وليطوروا شخصيتهم على الإنترنت. قبل أن تذهب إلى أي اجتماع في عملك، يبحث الناس عنك عادة على جوجل، وغالباً ما نقول أن الانطباع الأول عنك مهم جداً. لذلك من المهم أن تبادر المعلومات على الإنترنت وتبرز شخصيتك العفوية، على هذه المعلومات أن تكون أصيلة وتنقل عنها صورة جيدة للجمهور. عندما تنشر معلوماتك الخاصة على الإنترنت، تكون أنت المسيطر على ما يقال على أي وسيلة من وسائل الإعلام الإلكترونية، وهذا مهم جداً لشخصك وعملك. كخطوة أولى، حدد الصورة الشخصية التي تناسب مشروعك. إذا كنت في مجال صناعة الخدمات المهنية أو المحترفة، لا تريد أن تكون رجل أعمال غير قادر على إبراز شخصيته بالطريقة الصحيحة. بعد أن تحدد الصورة الشخصية الخاصة بك، يمكنك إنشاء ملف شخصي قيم على الإنترنت يعكس من أنت وتأثيرك كقائد في عملك. وسائل الإعلام الاجتماعية هي اليوم أداة قوية للغاية، ليس فقط بالطريقة التي تعرض فيها تفاصيل حياتك المهنية، بل في الفرص التي تقدمها لك لتشارك أخبارك وأفكارك عبر المدونات، وتنشئ قاعدة من الجمهور الذي تريد التواصل معه ليتابع مستجداتك. في البداية، ابحث عن نفسك على جوجل وابدأ بتطوير صورتك الشخصية. إذا كانت الأخبار قديمة ولا تفي المشروع الخاص بك، غيرها ببساطة أو تخلص منها. بالتأكيد، ابدأ بالتدوين ومشاركة المحتوى الذي تريده أن يكون مرتبط مع كفاءتك ومهنتك ومجالك. ابتكر صورة لشخصك وحدد هويتك دون أن تفقد شخصيتك الداخلية. ونحن كعرب نفتخر بوجود قادة يعبرون عن أفكارهم باللغة العربية. لغتنا غنية، لغتنا قوتنا.